برضو الاب والام لما يجي ابنك ويقول لك هتعرضني لايذاء، اوعى تتخض، اوعى تخوفه بملامحك، او اوعى تظلمه، بالعكس انت هتصدقه وهتحضنه وهتقدم له، يعني لازم تدي له حضن لانه خايف جدا ولازم تجيب له حق. بس طيب ايه بتسال بتقول الطفل اللي اتعرض للتحرش هيقدر مضطرب جنسيا؟ هو هيبقى مضطرب نفسيا، مش شرط يبقى مضطرب جنسيا. نسبه كبيره الاطفال اللي اتعرضوا للتحرش طبعا بيحصل لهم اضطراب نفسي جنسي، لكن لو اتعرف انه اتعرض لتحرش جنسي على طول بنصح انه يشوف اخصائي او يشوف طبيب نفسي. هي بتبقى في سكه تعافي، لكن في نسبه كبيره جدا جدا منهم بتعافي، بس على حسب السن اللي اتعرض فيه الطفل للايذاء، الشخص اللي اذاه، المده اللي اتعرض فيها للايذاء. فلو بنت ماشيه في الشارع حد حاول يبوسها غصب عنها او يلمسها في مكان خاص في جسمها، غير الطفل اللي حد حاول ينتهكه جنسيا، غير البنت اللي تم اغتصابها، غير البنت اللي تم اغتصابها مره واحده، غير البنت اللي كل يوم اخوها بيغتصبها في البيت. يعني هي الاعتداء الجنسي ده مراحل، ليه قوه معينه وليه شده معينه، فكل حاله ليها الوقت اللي بتاخده في التعافي. وطبعا كل شخصيه غير التانيه، يعني في شخصيه تقدر تقاوم حاجات، في ناس شخصيه ما تقدرش تقاوم، في ناس بيحصل لهم اكتئاب، في يعني لازم دي سكه تعافي. بس لازم في كل الاحوال يكون بيشوف طبيب متخصص في التعافي من الاذاءات الجنسيه، مش اي حد يمشي السكه دي مع الطفل، بالذات لو كان طفل.